الموقع ده برضو مدي لك الاثنين خيارين اللي اتكلمنا عليهم في موقع فيلد بيتكوين، والخيارين دول هو ان هو يدفع لك مباشره للمحفظه، والخيار الثاني ان هو يدفع لك اسبوعي. قلنا ان الفرق ان هو يدفع لك مباشره للمحفظه، اللي انت بتحط هنا عنوان المحفظه قدامنا زي ما احنا شايفين كده في الصوره، بيقول لك هنا ايميل ادريس، ايميل اور بيتكوين وولت ادريس، يعني الايميل بتاعك بتاع المحفظه بتاعت كتابه او الوولت ادريس او عنوان المحفظه. وقلنا ان الفرق ان انت لما بتحط الايميل بتقدر تسحب مباشره بعد مرور 5 دقائق لما بتجمع الساتوشي، بتقدر تسحب مباشره للمحفظه بتاعتك لما بتحط الايميل ادريس بتاعها. انما لو حطيت الوولت ادريس او عنوان المحفظه فهو بيدفع لك اسبوعي مباشره، بيدفع لك مباشره كل اسبوع. وقلت ان انا بفضل طبعا ان انا اختار الخيار الاولاني، ان انا احط الايميل ادريس بتاعي. كده احنا بنعمل دخول اهوت للموقع، وقلنا التسجيل في الموقع اللي انت بتحط الايميل بتاعك على طول، وممكن الموقع يبعت لك لينك تفعيل او ممكن ما يبعتلكش وتدخل على طول على الحساب بتاعك. وقلنا ان احنا بنختار الايميل اهوت اللي احنا بنختاره ده، ده ايميل المحفظه بتاعي بتاعت كسابه، وبعمل ساين ان طبعا، وبحل الكباتشا زي ما احنا شايفين قدامنا شباب اهو. تمام يا شباب، وبدخل سبمت. كده انا فتحت الحساب بتاعي اهو، الاكونت بتاعي على الموقع. طبعا انا ممكن اجمع كل 5 دقائق يا شباب زي ما اتكلمنا. هو انا عندي دلوقتي 43 ساتوشي، بخش اعمل كليم وبحل الكباتشا. وبعمل سبمت. خلاص كده يا شباب الساتوشي اللي كان عندي او اللي انا جمعته في الموقع اتبعت على طول لعنوان المحفظه بتاعي في محفظه اكسابو، ورجع عداد اهوت الوقت لصفر، ورجع عداد الساتوشي لصفر، وبيقول لك يو ماست ويت 5 مينتس بتوين كليمز، يعني لازم تستنى 5 دقائق عشان تقدر ان انت تسحب تاني. ويعمل لي هنا كده زي منبه كده، بينبهني كل 5 دقائق لما بتعمل علامه صح عليه كده، يعني بتعمل هنا كده اهو علامه صح، بينبهني كل 5 دقائق ان انا ممكن اسحب في من الموقع. عشان تزيد يا شباب الربح بتاعك في الموقع طبعا بتاخد الريفير اهو، بتاخد اللينك بتاع الريفير بتاعك زي ما احنا شايفين قدامنا اهو كده، وبتستخدمه طبعا وبتنشره على جروبات الربح من الانترنت، وبتنشره على الجروبات المتخصصه في البيتكوين، وان شاء الله بتقدر ان انت تجمع ريفرال. وزي ما احنا شايفين قدامنا كده ان الريفرال بروجرام 50%، زي ما احنا شايفين قدامنا هو 50%، الرابط بتاعه موجود اسفل الفيديو. اتمنى يا شباب اللي بتشاهد القناه ان هي تشترك في القناه.